نظمت الإدارة العامة للحماية المدنية دورة تدريبية في مجال مكافحة حرائق المباني، شارك فيها عدد من المتدربين من الدول الأعضاء المنظمة للحماية الدولية. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم خبراتها في مختلف المجالات العمل الشرطي للدول الشقيقة. في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم خبراتها في مختلف مجالات العمل الشرطي للدول الشقيقة، فقد نظمت الإدارة العامة للحماية المدنية دورة تدريبية في مجال مكافحة حرائق المباني، شارك فيها عدد من المتدربين من الدول أعضاء المنظمة الدولية للحماية المدنية. We are going to exchange our knowledge, get a new practice. The ICDO is give up our opportunity to exchange the knowledge. The training is organized in high level, and I believe that the knowledge from this course we will use in our country. استمرت فعاليات الدورة على مدار 12 يوماً بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية، وتضمنت تدريب الكوادر الأمنية المشاركة فيها على أحدث الأساليب المتبعة لمكافحة حرائق المباني، والتي تتوافق مع المعايير العالمية مع ضمان السلامة الشخصية للكوادر الأمنية عند التعامل مع الحرائق. طبعا تجربة جيدة جدا، واستفدنا الكثير من هذه التجربة، وكانت مفيدة لنا لكي نمارس عملية الإطفاء في بلدنا. For the first time I saw the extinguishing fire in the basement is a new equipment. This new equipment, our instructors, our trainers give us a lot of information, a new information about the extinguishing fire. It's for the good impression for me. I want to say very big thanks for everyone, our instructions, our organizations and general administration civil protection. وقد أشاد المشاركون في الدورة التدريبية بالخبرات الأمنية المصرية المتطورة في مجال مكافحة حرائق المباني، وبما تملكه من أدوات ومعدات حديثة في هذا المجال، وبالإمكانات التدريبية المصرية. الدورة كانت كتير ممتازة، لناحية العملية لناحية النظرية. منحيي وزارة الداخلية على المبادرة اللي عملتها، وقلنا الشرف المشاركة فيها. من الناحية العملية عملنا شيء كتير حلو، عملنا مناورة حية على حريق قائم بمبنى، هذا شيء كتير منيح وكتير استفدنا منه. نحن زدنا خبرتنا خبرة، وكتير استفدنا من الضباط المصريين والضباط المشاركين من الدول الباقية. I think many experience for this training, because the exercise I need many things important for firemen. I transmit the information for my for the firemen of Senegal. وعلى هامش فعاليات الدورة التدريبية، تم تنظيم زيارة للمشاركين فيها إلى إدارة الحماية المدنية بالقاهرة لمشاهدة إمكاناتها وتجهيزاتها. وتأتي هذه الدورة في ضوء تعزيز أوجه التعاون الأمني الدولي بين وزارة الداخلية المصرية والأجهزة الأمنية بمختلف الدول، وتقديم الدعم الفني والتدريبي لهذه الدول.